يلا بسم الله، معنا المباراة الثانية والويننز راوند 2 الآن. معنا غيرنا المعلق الآن، معاي وائل وويلو. الله يحييك. فايش رايك في المباراة بشكل عام؟ صراحة تكون مباراة قوية جدا، يعني بين فورد وجوكيتش الصراحة يعني مستوياتهم خرافية جدا متقاربة، يعني واحد متحمس صراحة يشوف الجيم زي هذا. بدي اختار سماش فيل. لا تصدق احنا اتفقنا على المرحلة. طرت عليك نفسك. اللاعب حيكون ما بين شيك و لويجي. لويجي. طبعا الشباب نذكركم انه ممنوع الفوز حسب المباراه، معليش. قاعدين نسمع الرولز طبعا من المنظمين الستريت فايترات اللي الرولز. طبعا زي ما انتم شايفين لويجي قاعد يسوي بريشر مره عالي على شيك، وبدات الكومبوات حقت شيك. اوه الجيم اولموست قاعد يقرب على الايفن بوينت. طبعا نتكلم عن شيك انها هذه كاركتر، هذه كومبو كاركتر، عندها كومبوات مره كثير بلا رحمه طبعا. لكن لويجي مو بعيد ابد عن الموضوع هذا، لان لويجي عنده كومبوات كلها من المسكات، يعني يعطي دمج عالي من المسكات، وغير ضربات لويجي كلها الايريالز دمج حقها مره عالي مو طبيعي ريلاتيف تو مار يعني. بس اعتقد مشكله لويجي الاساسيه انه ما يقدر يسوي ابروتش، الابروتش عنده تعبان، خاصه مع شيك تستخدم النيدلز الابروتش يصير مره سيء، خاصة إن إذا تخترق الفاير بول حقتها وتستمر. زي ما شايفين يعني سبيسينج بين اللاعبين واضح جدا. هذا كراب. أنا أشوف تراش توك هناك، تركي قاعد يهايط على موم يا عيال. حركات تركي طبعا ما يبطلها، لازم يسوي أكشن شوي. تركي اسكت لا تمشي الناس. احنا نترك المباراة، انا اقول خلينا نروح ننظر المباراة، انا اقول خلينا نحطها نسجل المباراة، هذه المباراة تسجل يا شباب. نايس باكير. نايس الصك. نايس باكير. باكير خرافي جدا من لويجي، شفت كيف الدمج كان مرة عالي والنوك باك كان اقوى بكثير. نايس فاير بول من لويجي. بس كان حيضيع الصك. كان يبغى يسوي ايدج جارد بس ما مداه. عاد محاولات للضغط من لويجي. خاصة عنده ريج وما يبغى يعتمد على الديفنس ستايل، هذا طبعا معروف الستايل حق عزوز انه دائما كيبينج بريشر. انا كنت اسمع تركي يسولف بصراحة ما اقدر اشوف المباراة. طبعا لازم نهمل تركي شوية وما نركز معاه، حرفيا تركي واقف فوق راسي وقاعد يستهبل. ابي كان يبغى يقرا الرول يا شباب، خاصة على الاقل مباراة لو سمحت، على الاقل مباراة انا قاعد اعلق يعني. نايس ديفنس. اوه الله على حظه طبعا، على حظه هذه العزوز سبيشال هذه. ايه بس يعني الحظ ما ضبط معاه وراح للسك. طبعا دائما عزوز يسويها وتجي مسها سبحان الله وتقلب الجيم، يكون خسران فجاه طق يفوز. بدات كومبوات شيك لكن نايس دي اي واير دوج ريدز هذه حق عزوز. طبعا عزوز هو فورد نايس كومبو بريكر، نعرف لكم الشخصيات. طبعا بريشر مره عالي من لويجي، يستنى يكسر الشيلد ولا يسوي اي جراب ويستلم شيك، عاد كل الباقي لمسه واحده. شوف عنده انتهى الجيم. في نقطة مهمة عند لويجي، عنده النير حقته كومو بريكر تطلع مرة بدري فتكسر كل الكومبوات. على ايدج جارد وخلاص خلاص هذه نايس ون. نايس ون. طبعا ما قدر يمسك الليدج بسبب الفانش. فيها مرة لاك زي جدا. ايه كانت مباراة قريبة من بعض والله، مباراة حلوة. نفس الكاركترز بس لاحظنا ان جوكاكس قاعد يغلط كثير في الكومبو المسكة الفورورد ثرو على البونسك فيش، اعتقد لان لويجي فلوتي شوي، والدي اي برضه حق عزوز ممتاز. اختار دريم لاند بحكم المرحلة تقريبا كاونتر بيك اعتقد. يحبوا بس شيكس العادي يروحون لسماش فيل دايم. المفروض يعني يسموها شيك فيل. نايس اوف سماش بس عايش. نايس دي اي ولك اوبتيوم دي اي ولك دي اي ثاني والله. بس راحت نطته نطول باونس فيش خلاص.
طبعا في شيء مهم عن البونسك فيش حقت شيك، لما تسوي بونسك فيش مره في الهواء بدون ما تنزل على الارض، اذا سويت بونسك فيش مره ثانيه تطلع القنبله هذيك. نايس نايس انت قاعدين طريقه غريبه شويه من جكاكس عشان يعطيه دامج زي ما شايفين. فات سماش يعطيه فور هنا هذه ابهر فور ذا اكزاكتلي ريان حتى حركات يعني يلعبون بالنار الشباب تركي قاعد يتفلسف ويقول رزينا بان فما لنا تركي صراحه تركي ما في مباراه هناك ما في حط مباراه هناك طبعا اعتقد تركي تاهل تركي فاز المباراه الاولى صاير يفوز بالبدايه كان دايم يخسر اوكي تركي تاهل حيلعب مع موم فحنودع تركي بسرعه جدا على الطوله نايس النايس ادجارد ممتاز خلص النات اوه انا حظ زويج يعني والله قاعد يلعبون بالنار الشباب حرب ما بين الدج اوب سماش والله وفت كان ممكن يوقف والله مستيك مشيك بغى يضيع الجيم طبعا هي كان هي 1-0 الان الفورغ بس انا ما ادري ايش ما غير عد حدث النتيجه بعدين حدث النتيجه جاب داس ماش نايس ون بيحاول يرجع لكن اتش جولدنج نايس هذه مو بتدريبات يا جوكس انا علمتك اي دايم وائل يقول لا لا بنحط مرحله انت بدات تسوي تك تعلم عن التك الله يهديهم ما اختاروا هاي ما تعلموا التك